أول مرة أعمل فلوج، تجربة يعني مختلفة، بس زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو في ميت اب أحمد أبو زيد عامله، وأنا واحد من اللي هيحضروا الميت اب، فأنا very excited يعني. وبس فلو انت داخل علشان فاهم ان انت تستفيد حاجة فالفيديو مش مفيد اطلاقا، يعني هو مجرد حدث مهم بالنسبة لي وانا بوثقه بس مش اكتر يعني. فلو يعني داخل عشان تستفيد ما تضيعش وقتك. انا الفيديوز بتاعتي على يوتيوب بدأتها لان ببساطة انا كنت بتابع يوتيوب عادي جدا واتفرج على فيديوز من غير كاتيجوري معينة، اتفرج على حاجات مختلفة، مفيش يوتيوبر معين كنت بحضر له، ولكن بدأت اتفرج على احمد ابو زيد وعجبني جدا الطريقه بتاعته يعني، والهمني جدا بصراحه، لانه كان يعني مش كنت اول مره في حياتي بصراحه اتابع يعني يوتيوبر مصري، فدي كانت تجربه جديده بالنسبه لي، فحبيت ان انا لا يعني عجبني جدا، فكان نفسي ان انا اقابله جدا بصراحه. ومنه اتعرفت على يوتيوبرز تانيين كتير زي كريم اسماعيل واحمد شاهين وامير منير وحازم الصديق وكريم السيد، كل دول بعد كده عرفتهم منه، فكنت مبسوط جدا وكان نفسي اقابله. وبعدين قررت ان انا نفسي اعمل فيديوز على يوتيوب، يعني انا كده بحب موضوع الفيديوز دوت، وقررت ان انا هعمل فيديوز يعني كنوع من الهوايه، وفي نفس الوقت لان انا نفسي اكون جزء من الكوميونتي بتاع يوتيوب، عشان كده قررت اعمل كده. احنا قاعدين فروم سكويرد مستنيين ابو زيد يجي، المفروض نقعد تحت بس يعني هم مستنينا نطلع كلنا دلوقتي ويجي ورانا. كان هنا تحفه بصراحه، كان نفسي اجي هنا من بدري قوي. عليكم السلام ورحمه الله. ايه الاخبار؟ عايز اول مره اعمل حاجه زي ديت اصلا يعني، ف صح مش اول مره يعني، مفيش قاعده يعني، عارف اللي هو ايه، احنا جايين نقعد مع بعض شويه لطاف، حد عايز يسال حاجه نتكلم في اي حاجه، وعايز منكم على الغدا. يعني مفيش رولز يعني، ده مش ايفنت اللي هو انا طالع اقول محاضره وخلاص، احنا ممكن شويه اصحاب جايين نقعد مع بعض نسال بعض اي حاجه. تمام. بس فكان بيكلم صهيب على كورس على يوديمي لواحد صديقنا، قال له ابعت لي الكورس او ابعت لي حسابك اخش انزله، يعني سؤال بيشتغل كورس، فهو عايز سؤال يبعت له ايه حسابه علشان الراجل يخش نزل الكورس ويبقى عنده. فسهيب يعني وجهه نظره يعني احنا متفقين في نفس الرؤيه دي يعني، قال له اشتريه، هو مش غالي، ده ب $10 170 جنيه اشتريه، هيفرق معاك جدا، وانا بقول لك ان هو قيمته اكبر من كده بكتير والكلام ده كله. فقعد يكارك معاه ولا تبعته لي، طيب ده مش عارف ايه وبتاع. صهيب عمل حاجه عظيمه جدا، هو كان يعني قال لي الكلام ده في السر يعني، بس اظن انها حاجه الجميله اللي ممكن تتشارك. صهيب دخل اشتراه له وقام بعت له الايميل والباسورد اللي هو اشتراه له، قال له خد يا عم اشتريت لك، بعت عشان ما تاخدوش كده، هو مش من حق. عارف اشاف هو حديث ولا قول اللي هو فعل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل لرجل، هو ده فعل، ده بص هو عمل حاجة بين له القيمة دي جدا، غير لما أقول له 1000 واحد يقول طب يا عم تشتري، أنا مش هشتري، لكن اشتراه له وقال له علشان ما تاخدوش وهو مش قال لي اتصدم، والموضوع فرق معاه جدا وخلاه يعيد تفكير في الموضوع. بص أهلا عمر، لسه بنتكلم عن الفيديو بتاع امبارح. عايز تعرف عنه خش على التريندنج بيج على طول. عمرو قاعد هناك ان شاء الله. يعني النهارده يوم سعدي، قابلنا عمرو الشريف في نفس اليوم مع احمد ابو زيد. احمد ابو زيد يا جماعه عزمنا على الغدا،
وده بقايا الاكل. من الحاجات اللي خدت ناجي مصر بعد ما في السعوديه ان كنت في مدينه منوره، في المدينه اصلا ما فيهاش ناس كتير، عامل شبه قريه، فالوان الناس هناك شخصياتهم ومطبعهم هو احمر واخضر واسود وازرق، هم 10 الوان. يا ده يا ده يا ده يا ده، فانت دايما تعرف تقول ده شبه ده. هنا في مصر مش كده، احنا عتبت عارف تفتح انت فوتوشوب تفتح الالوان بتاع الفوتوشوب كل فسفوته لون بكود. احنا كده، احنا 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 متلو عندنا الوان كتير جدا، فمش ما تقعدش بقى تبص انا عايز ابقى زي ده وعايز ابقى زي ده او زي ده او زي ده، لا انت مش هتبقى زي ده، انت ليك لونك المختلف اصلا، انت ليك لونك، ما تسعاش انك يبقى تبقى شبه بس اللون، بس لونك ممزوج بلون ده وممزوج بلون ده ومتقصر. الالوان دي كلها تمام هي في الاخر يعني ليها نفس البيز، فانت بتاخد 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 الوان الناس تانية جنبك دي كلها عشان تعرف تكون لونك الخاص، لكن انت عمرك تقول تاني حد بالظبط بنفس كوده اللون ده. خلصنا وكمل حاجات الجامدة جدا اللي يعني حضرتها في حياتي بصراحة، يعني حقيقي احمد ابو زيد شخص جميل جدا ومتواضع جدا جدا جدا، وكنت محظوظ وكنا كلنا محظوظين كمان ان عمرو شريف جه النهارده. يعني انا اول مرة اصور فلوج تمام، بس انا حسيت بقيمة الفلوج دلوقتي، يعني دي لحظة تستحق ان انا اصورها واوثقها بجد، يعني فانا سعيد جدا وشكرا على وقتك معانا النهارده. الله يبارك فيك. الايفنت خلص اخيرا، او مش اخيرا يعني، اتمنى كان يقعد وقت اكتر من كده، بس انا حقيقي مبسوط ان انا جيت النهارده وقابلت ناس يعني محترمه جدا وتعرفت على ناس كتير جدا، يعني مبسوط ان انا عرفتها ولقيت في ناس كتير زي بتعمل فيديوز على يوتيوب ونفسها تكبر وعندها قنوات، ويعني مفيش حد بيقف حقيقي، فدي حاجه حلوه جدا، واتمنى ان لو اي حد نفسه يعمل اي حاجه يبدا، جاست ابدا، مفيش اسهل من كده. يعني ناس كتير ما بتحبش ان هي تبدا الحاجه اللي هي عايزه تعملها، مش شرط بس يوتيوب، ما بتحبش تبدا مشروع او حاجات معينه عشان مثلا مستنيه امكانيات معينه توصل لها، او مستنيه ليفل معين من الخبره علشان تقدر تنفذ الفيديوز اللي هي عايزاها او تنفذ المشروع اللي هي عايزاه، او مستنيه كاميرا فخمه جدا، ولكن هي ما بتبقاش كده، مش شرط خالص. كل اللي عليك لو معاك كاميرا موبايل زي ما انا عامل كده، صور بكاميرا الموبايل وبالهاند فري، طلعها وتصور، مفيش اسهل من كده. وحاجة كمان عايز اقولها، ان ممكن تكون انت مبتدئ في حاجة معينة وبتجتهد فيها جدا وبتعمل اللي عليك، بس ما تلاقيش العائد اللي انت مستنيه، ده مش معناه ان انت تسيب الحاجة ديت، لان انت كل ما بتجتهد وكل ما بتسعى ربنا هيعوضك عن اللي انت بتعمله، سواء في نفس المجال او في حاجة تانية. يعني السعي دوت رصيد عند ربنا، كأنه فلوس بيتبدل بأي حاجة. ممكن انا اكون بعمل فيديوز على يوتيوب بس ما بيجيليش المطلوب اللي انا عايزه، ولكن ممكن يجيلي مثلا مصلحة من بسبب ان انا حد شافني مثلا بعرف ادرس انجليش او بعرف ادي حاجة في الانجليش، فقال لي طب تعالى ساعدني في اي حاجة، حتى الحاجة بسيطة جدا، بس ممكن تجيلي مصلحة من اليوتيوب بسبب دوت. ممكن مثلا لو انت واحد بتحب الفيديو ايديتنج، فبكل بساطة ده يعتبر بورتفوليو ليك تقدر تستخدمه علشان تقدم بيه على شغل، فمش دايما النتيجة ممكن تجيلك من نفس الحاجة اللي انت عايزها، فاسعى بس في الحاجة واكيد هيجيلك عائد ومقابل، لان ربنا ما يضيعش مجهود حد. فكل اللي انت عليك انك تبدأ، ما تستناش حاجة معينة، فكر في حاجة، والله انا حاسس ان انا نفسي مثلا اعمل مشروع، افتح محل جزم مثلا، طيب خطط للحاجة اللي انت عايز تعملها وشوف اولوياتها بالنسبة لحياتك ايه، ويعني زبط الحاجة اللي انت عايزها، وانس ان انت تكرر انك خلاص انا عايز اعمل الحاجة دي وهعملها، ابدأ واعملها، ما تستناش حاجة. التفكير الكتير ممكن يخليك مش عايز تكمل، او قصدي ما تبدأش، يعني انت ممكن تفكر طب انا هستنى شوية لحد مثلا ما يجيني فكرة احسن، طب انا هستنى شويه لحد ما يبقى معايا فلوس زياده، طب مش عارف ايه، لا، طالما انت تقدر ودرست الموضوع وخلاص انت قررت، اعمل الحاجه دي، لانك انت دلوقتي عندك حماس انك تبدا تعمل الحاجه دي. ممكن قدام ما بقاش عندك الحماس دوت، ممكن قدام حاجات كتير تتغير، فطالما قدامك حاجه دلوقتي استغلها واستثمر فيها كويس علشان تقدر تكمل
في اي حاجه انت عايزها، مش مجرد افكار بتيجي وتروح وخلاص وكده، او تقارن نفسك بحد اللي هو ده بص ده احسن مني، او ايه ده انا هعمل فيديوز ده في ناس كتير بتقدم نفس المحتوى بتاعي ده عم موجود ومش عارف ايه، طب انا هضيف ايه يعني للناس؟ لا ابدا بس، وكل واحد بياخد نصيبه. تالي بس كده خلاص، سلام.